نرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. أكيد طبعا يعني هو خبر مش محتاج إن أنا أقوله، لأن كلنا حاسين طبعا بموضوع حالة الجو والبرودة الشديدة القارصة الحقيقة. ويمكن دلوقتي يعني كوباية ينسون ما بتشربهاش على قد إنك عايز تمسكها تحس يعني إن حاجة تدفيك. لكن مش هقول لكم خبر حلو يعني، لأنه واضح إنه اللي جاي كمان هيبقى أصعب. درجات الحرارة لسه هتنخفض أكتر خلال الأيام اللي جاية، ومش بس برودة شديدة، لكن عندنا نشاط كبير الرياح المثيرة للرمال والأتربة. وبتقولك مستوى الرؤية هيبقى 4000 متر. والنهاردة يمكن النهاردة بقى الأرصاد بتقول النهاردة طقس معتدل. طبعا يمكن احنا مش شايفينه معتدل قوي يعني، بس اللي هو بالنسبة للأوضاع الطبيعية أو الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، فإن درجات الحرارة تكون منخفضة بهذا الشكل الملحوظ. برضو نفهم تفاصيل أكتر معانا على التليفون دكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد. مساء الخير يا دكتور محمود. مساء الخير استاذ لبنى، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. كان كام يوم كده الجو رائع وشمس والدنيا لطيفه خالص، وبعدين الانخفاض الشديد قوي ده. التقلبات الجويه دي يا دكتور محمود دي متعارف عليها في الوقت ده من السنه؟ طبعا فصل الشتاء تقلبات جويه مفيش كلام. احنا شهدنا استقرار شديد في بدايه الشتاء، قعد معانا اكتر من 10 ايام، الشمس طالعه وشبوره كثيفه وضباب الصبح، وكان استقرار واضح في الاحوال الجويه. طبعا احنا بقى لنا فتره حوالي 4 5 ايام في تقلبات جويه واضحه، انخفاض ملحوظ في درجه الحراره مقارنه بالارتفاعات اللي كنا بنشوفها في بدايه الشتاء. على سبيل المثال يوم الاربعاء اللي فات كانت القاهره 26 درجه مئويه، النهارده سجلت 20 درجه، ومتوقع بكره 18 وبعد كده 17. دي طبعا يا دكتور محمود دي العظمى. دي العظمى يا فندم. لا ما هو هو اللي بيوجعنا اكتر هي الصغرى. فقول لي الصغرى كام يعني؟ يعني الصغرى اكيد طبعا بتبقى الطقس بالفعل شديد البروده. انا سامعه 8 و9 وارقام كده يعني. لا يعني 7 و8 و9 مش في القاهره. القاهره بس يعني لسه بتسجل 12 و13 درجه. متوقع الايام اللي جايه 11 و10 درجات. لكن تجمع اكتوبر الكلام ده كله، الحاجات اللي هي العاليه دي هي دي تبقى فيها انخفاض. طبعا في انخفاضات في هذه الاماكن، المدن الجديده وشمال الصعيد، الاماكن دي طبعا درجه الحراره فيها. والسواحل بقى يا فندم، مدن الساحليه السواحل طبعا برضو درجه الحراره الصغرى بتتراوح من 12 ل 13 درجه. انما المدن الجديده وشمال الصعيد وهذه الاماكن في فترات الليل فعلا بتتراوح ما بين 8 درجات و10 درجات مئويه. ده طبعا في الساعات المتاخره من الليل والصبح بدري واحنا خارجين، بالاضافه طبعا لنشاط الرياح. نشاط الرياح طبعا ليه عامل مؤثر باحساسنا بالبروده. احساسنا بالبروده بالفعل زي ما حضرتك بتقولي، بيزود احساسنا بانخفاض درجه الحراره. ده طبعا خصوصا في فترات الليل، وخلال فترات النهار بيكون مثير للرمال والاتربه خاصه على المناطق المكشوفه والطرق الصحراويه. اما طبعا وصفنا لطقس انه معتدل، فهو معتدل بالنسبه لدرجه الحراره، انما احنا منوهين ان في تقلبات جويه وسقوط امطار، ولكن لما الحراره تسجل 20 درجه فده يعتبر جو معتدل، لان في فتره برضه في وقت بتصفى في اشعه الشمس وبتسخن الارض الى حد ما، وبتكون في درجه الحراره 20 درجه، ولكن الايام اللي جايه هتنخفض عن ال 20 وهيسود طقس مائل للبروده خلال فترات النهار. في شبوره يا دكتور محمود؟ لا، فرصه تكون الشبوره تكاد تكون منعدمه، انما طبعا زي ما نوهنا النهارده ان في فرص سقوط امطار على السواحل الشماليه والوجه البحري وأطراف الخفيفه للقاهره، وبالفعل في امطار خفيفه على القاهره دلوقتي. فطبعا هذه الامطار مش مؤثره تماما على كافه الانشطه اليوميه، ولكن بنقول ان في تقلبات جويه ونشاط رياح بيعمل طبعا على اضطراب الملاحه البحريه. التحسن امتى بقى؟ احنا لسه بنقول يا هادي. لا لا يعني بسرعه بسرعه يعني. ما اصل احنا كمان بنخاف مع بروده الجو كورونا، يعني بتحس كده انه في حاجه مشتركه. ربنا يسترها ان شاء الله ويسلم، ونستمر في ارتداء الملابس الشتويه الثقيله. ما نحاولش نخفف خالص عشان ما نصابش بنزلات برد، وناخد بالنا من تغيير نوعيه الهواء اللي بين الهواء اللي جوه البيت وبره البيت واحنا خارجين الصبح بدري او في فترات الليل. طيب يبقى مفيش تحسن قريب. ايوه بالنسبة للتحسن وهدوء الرياح والشبورة اللي هي معاوضة الشبورة اللي هي مرة أخرى، فده يعتبر ابتداء من يوم الخميس بإذن الله، لأن من هنا لغاية يوم الأربعاء هتستمر معانا فرص سقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وبتمتد برضه المناطق من القاهرة أمطار خفيفة المتوسطة، ونشاط الرياح برضه مستمر معانا لغاية يوم الأربعاء بإذن الله.
تمام يا دكتور، شكرا جزيلا يا دكتور محمود. شكرا دكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالأرصاد الجوية.